بكره احنا قدامنا ماتش صعب، عايزين نعمل كل حاجه عشان خاطر ان احنا نظهر بشكل لائق وان احنا نكسب المباراه بكره. عارفين ان احنا قدامنا منافس صعب، عايز هو كمان ان هو يحصل على اخر نقاط ليه او ان هو يحصل على نقاط من مباراه بكره على ارضه، وبالتالي هيبقى المباراه صعبه علينا، لكن احنا عارفين ده وعايزين نعمل كل حاجه عشان نقدر ناخد 3 نقاط بكره باذن الله ان شاء الله. ما بتفكرش في المرحله اللي بعديها، بتفكر دلوقتي في الماتش بتاع بكره الاول. We are not thinking about the next phase. We are thinking only and concentrating on the next game. فعارفين البطولة دي اللي عنده كله. And we know that Qatar will do everything to win the game tomorrow. واحنا كلاعبي الأهلي متعودين دايما إن احنا بنلعب في وقت صعب، فاحنا لازم ندي كل اللي عندنا إن شاء الله. بالنسبة لسؤال كان عن الأهلي ما كسبش ولا ماتش لغاية دلوقتي في دوري المجموعات خارج أرضه، هل هتبقى بكرة الحظوظ؟ والسؤال الثاني كان عن رأيه في فريق القطن. أول سؤال هو قال حقيقي للأسف احنا ما كسبناش ولا ماتش لغاية دلوقتي بره أرضنا، لكن هنحاول بكرة إن هو يكون أول مكسب. لكن أنت بتحاول وبتسعى إن أنت تكسب خارج أرضك، ولكن طبعًا قدامك فريق تاني برضه عنده دوافع وعنده الرغبة إن هو يكسب على أرضه، فبتبقى الأمور مش أسهل حاجة، لكن احنا هنحاول نعمل كل حاجة، وأهم حاجة بالنسبة لنا ماتش بكرة. دايمًا احنا بنفكر خطوة بخطوة، ماتش بكرة هيبقى أهم ماتش. بالنسبة للقطن أنا اتفرجت على ماتشات للقطن، اتفرجت على الماتش الاولاني بتاعنا معاهم تاني، هو فريق كويس، فريق عنده سرعات بيقدر يوصل للجون كتير، وحتى ضد الهلال لعب ماتش كويس جدا وخلق فرص كتير جدا ضد الهلال، لكن ما كانش محرزت منها اهداف. وفي الكوره لما بتحرز اهداف او تحول فرصك لاجوان بتبقى الامور اصعب شويه، لكن هو في النهايه فريق جيد جدا. بالنسبه لهل حظوظ الاهلي مرتبطه بيه هو بس ولكن ولا متعلقه كمان بسان داونز؟ احنا كابتن مارسيل كولر قال احنا لازم احنا نبص لنفسنا الاول، دي اهم حاجه ان احنا نحاول نكسب ماتش بكره، لكن بالتاكيد زي ما قلت في البدايه ان ماتش يوم السبت ماتش مهم بالنسبه لنا جدا، ماتش الهلال مع سان داونز. الموضوع هيبقى على حسب هل سان داونز عايز ياخد يبقى اول مجموعه ولا مش فارقه معاه. الحاجه الثانيه احنا بنتمنى يكون في فير بلاي ولعب نظيف من سان داونز ضد الهلال عشان خاطر تبقى حظوظنا اعلى ان شاء الله، بس المهم الاهم ان احنا نبص لنفسنا وان احنا نكسب ماتش بكره ان شاء الله. بالنسبه لان الاهلي عايز يكسب بكره، فايه طريقه اللعب اللي هيبقى او هيظهر بيها الاهلي بكره عشان يكسب المباراه؟ فالكوتش قال طبعا مش هتكلم عن طريقه لعب او ازاي هنلعب، احنا عندنا هدف ان احنا نكسب وان احنا في النهايه نحصل 3 نقاط. طريقه اللعب دي هنشوف ان شاء الله احنا اللي هنحددها يعني. السؤال كان بخصوص ان الاهلي هزم الماتش اللي فات 5-2 من سان داونز، والقطن كمان ان هزم الماتش اللي فات، لكن اداره القطن حددت مكافئات عاليه جدا حوالي 400,000 حاجه زي كده بالعمله بتاعتهم عشان يكسبوا المباراه. الاهلي ازاي ان هو قدر يحفز اللعيبه او يعمل لهم دوافع انها تكسب الماتش؟ First of all, money is not everything in football. And we think the emotions in the football are more important, and we think that our players and the experience they have, they know that they must play tomorrow. I'm very sure that they are going to play a very good game, concentrating on the game to have the 3 points, and that's the most important thing for us, and the players know this. Coach Marcel Kohler قال ان الفلوس مش كل حاجه في الكوره، في الدوافع وفي الرغبات وفي المشاعر الجياشه في الكوره، وانا اعتقد ان اللعيبه بتاعتنا عندها من الخبرات ومن الرغبه اللي مش محتاجين الموضوع يبقى فيه فلوس عشان خاطر ان هم يقدموا ماتش كبير. انا متاكد ان اللعيبه بكره هتقدم ماتش قمه التركيز وهيعملوا كل حاجه بكره عشان ان شاء الله نحصل على 3 نقاط. يا زي ما قلت لك كده ان اللي فات ما بنفكرش فيه خالص. As I told you that what happened happened. We don't think about the past. في الكورة في متغيرات كتيرة بتحصل، لازم تتقبلها بكل الحلو والوحش. Football, it happens a lot of changes, good or bad. فكلاعيبة عندنا الحافز زي ما الكوتش قال ان احنا متعودين في النادي الاهلي دايما انك تلعب البطولة، ما تلعبش في ماتش او خسرت ماتش. And as the coach said, that we as Lahali players are intending always to win and to hold titles. فبكره طبعا هتلعب كل اللي عندك وتدي كل اللي عندك، لان انت بتلعب للنادي الاهلي، ما بتلعبش لشخصك او ما بتلعبش لهدف معين، انت بتلعب للنادي الاهلي. فكلنا كفريق واقفين مع بعض روح واحده، فده بس الفتره دي اللي بيحتاج اللعيب فيها ان يبقى جنب زميله، الفتره بتبقى صعبه.